هي طبعا بيتكم بعيد وبيتي قريب. ياي شو هالسيارة الحلوة هي إلك إبراهيم؟ صار له عندي شي سنة ونص تقريبا وساكن فيه. حبيت. استنى، معقول يكون فيها كل شي؟ مطبخ وتلفزيون ودوش؟ وفيها فرشة كمان الواحد بيستضيف فيها مين ما بده. حبيت كتير، بدي جيب مثلها، تقول غرفة أوتيل متنقلة. غريب إنك حبيتي هيك سيارة. منمشي إبراهيم؟ طبعا تفضلي. تصبحي على خير مرام. منيح اللي اجا اليوم وشفتك بهذا الموقف مراد صار سلمانز. قديش صارت الساعة؟ أرجيني لشوف. عن جد تأخرت كتير. ليش تأخروا يا ترى؟ اسمعي لقلك، ليكون مراد قتلوا لإبراهيم. ليكي هدول فادية والخالة أمينة. أيوة يا حبيبي، كل هدول جايين؟ لو فوق كمان جايبين معهم عريس الغفلة. حبيباتي الحمد لله أني رجعت لكم بالسلامة يا روحي. تعرفوا عن جد ما انسى لما جيت وطمنت عليكم يا روحي انتو. ونحن اهلا وسهلا، كنا مشتاقين لحضرتك كمان. مو معقول، مو ممكن، بلا جنان. اصلا نحن اللي اشتقنا لكم. يا ريت لو عشتوا الايام اللي عشناها، اللي كانت مثل الاحلام. الكن عنا مفاجاه. احزروا لشوف نحن شو عملنا. شو والله اشتغلوا فيني إلي بالأول. يعني بما أنكم رحتوا على كابلجا كونوا أكيد سبحتوا بالبرك السخنة. لا يا أنسي، مو بس هيك أبدا، سبحنا ما طلعنا، ضلينا عم ننتقل من واحدة للتانية وانبسطنا كتير. ومن هنيك كمان رحنا على غريسون. وهنيك شو عملتي؟ أكيد بتكوني انبسطتي كتير. قال جبتولنا هدايا أنتوا جايين، إن شاء الله يكونوا حلوين ويكونوا كتير كتار كمان. هدايا؟ مسخرة وحلوين كمان، شو عم تحكي؟ تعرفي شغلة؟ أنا أجيت وجبت لكم ألس بنت بكل غريسون، طبعاً جبتها لتضل معي كل العمر، خطفتها وأجيت. صباي نحن صرنا مخطوبين. ألف مبروك. ألف مبروك حبيبتي فادية، فرحتوني كتير. شفتي؟ مبروك إلكم. لا يا خانم، ما تباركولنا، ما بيصير هالشي، ما بيصير تقضوها بمباركة عادية، هاد أهم حدث بيصير، لازم تجنوا. والله الخاتم حلو بجنن. والله ما ضل فيني صبر يا بنات. قولولي وين بنتي حياة؟ وبرهوم، برهوم وينه؟ لك وين مختفين هالتنين؟ هنن بالشغل هلأ، إبراهيم بلش شغل هلأ، عم يشتغلوا هو وحياة بنفس المكان. كيف؟ إبراهيم، إبراهيم المجنون عم يشتغل؟ بس دقيقة أنا رح أقول. لا حبيباتي، ما بيكون دخل معه بهداك الشغل، أنتوا فهمتوا غلط بتكون. ليكو أنت بالأول ما عجبك، بس الزلمة اشتغل شغل منيح وبيومين اتعلم كل شيء إذا بدك، وكمان أخذ وش على الموظفين فورا. بما أنه أخذ وش بهالسرعة أكيد بيكون أخذ قلبه كمان. شو يعني هذا الحكي بالله؟ يعني إذا بتعرف شي أحكي. حسب ما فهمت هنن على الأغلب إلن كام أسبوع مع بعض. مين؟ يعني بتقصد إنن كانوا سوا؟ تبع الدعاية هداك وبنتنا. لك يا كرم حاش تحكي بالألغاز، مين قصدك فهمني؟ أي بنت؟ حياة يعني. إيه وإنت منين دريت بهالموضوع؟ متأكد إنه القصة مو كذبة؟ لا أنا متأكد، لأنه الصبايا خبروني. توترت توتر مو طبيعي، ما عم بقدر فكر، كنت على شوي رح أنمسك، وقف قلبي من الرعبة. لو انمسكت شو كنت بدي أعمل؟ بس ما انمسكتي. ايه اطمني، مو بهالسهولة بقدر انمسك داليا، انا بعرف اتصرف، لا تخافي، يعني انا مو اول مرة بخطط، انا بنت بفهم وبعرف العب.
بس في شي ما فهمته. لمين بدك تعطيهم لهدول؟ لحدا ما لازم أعطيهم. إيه بس هالمرة مشروع الماركة الشاملة رح ينضر، عائلتك وشركتك حتى ابنك رح ينضر، أنور رح ينضر كتير من وراها. ما رح ينضر لأنه القصة مو مثل ما أنك فهمانتيها. شو الحكي بالله؟ ليش مو أنور واحد من أصحاب الشركة كمان؟ معقول ما يتأثر برأيك؟ لا مراد بس رح يتأثر، لأنه بيني وبين مراد في اتفاق نجاح المشروع الكل بيتشاركوه، بينما الخسارة مراد لحاله رح يتحملها. يعني مراد هو الوحيد اللي رح يتحمل خسارة هذا الشيء؟ تماماً هيك. كرم، في مجال عزبك ترجع تجيب لنا شيء لحتى نشربه؟ ايه طبعاً تكرم، فوراً. شو صار معك؟ ما حسيت فيني أبداً. يعني بس فهمني أخي، كيف بدها تحس فيك؟ قلي كيف بدها تحس فيك وانت عم بتخطط مع مرام على الزواج؟ ولو انتوا عم تحكوا بقصة البيبي مثلا؟ كيف الواحد فينه يتخلى عن اللي بيحبه بهالسهولة هي؟ صدقني انه هي كمان بتكون عم تسأل حالها نفس السؤال. انت صارحت هالبنت من قبل شي؟ لا. وفوق هيك رحت قلت لها انه كل شي كان لعبة، قلت لها شي غير هذا الكلام؟ لا. طيب بعد ما خلص كل شي اخي قلت لحياة تعالي؟ لا. طيب حكيت شي بخصوص إبراهيم؟ بصراحة حكيت شغلتين. بالأول قلت لها أنه مو مرتاح له أبداً. ممتاز، مبين أنك غيران بهي، يعني لساتك عم بتحاول تحافظ عليها، كمل. وبعدها قلت لها أني كنت متسرع بحكمي وأنه كل إنسان بيستاهل فرصة. برافو أخي عن جد برافو، قرب تستاهل، تعال هات لك بوسة تعال. شو في؟ ليش بدك تبوسه؟ شو المناسبة؟ مناسبة البوسة، إنه أخي مراد حقق نجاح باهر، عرفت كيف؟ وبعدين كمان صرنا من المي الباردة للمي السخنة، لو تسمعوا الصوات اللي طالعة، لك بعد ما جسمنا تعود على الحرارة وبوم فجأة من المي الباردة للسخنة، شعور لا يوصف. شو؟ حبيباتي وصلوا. إبراهيم حبيبي، شو هالأناقة هاي؟ يا روحي يا عيون عمتك. كيفك أمي؟ يا حبيبة قلبي اشتقت لك. عمران شوفوا طلع شو هالحلو كله هاد، بس لازم تحلق دقنا. Love to land the man.